الفرحة العارمة التي لا توصف، معنا هنا صانع هذا الإنجاز الكابتن شوقي غريب. كابتن شوقي ألف مبروك، فرحت مصر كلها. دي الأول بنقدمها هدية للشعب المصري، الشعب الجميل اللي النهاردة لأول مرة مباراة تحت 23 سنة يبقى فيها 80,000 متفرج. تعبنا وتوفقنا وربنا ادانا، ادانا عشان احنا تعبنا. كابتن شوقي يعني فريق عنده شخصية، لا يمكن يكون ده 23 سنة ما شاء الله نمسك الخشب، بنتأخر في النتيجة وبنرجع نكسب مرة تانية، النهاردة كسبانين ماتش التأول 3-0 نتيجة عريضة، والنهاردة كنا بادئين بحذر شوية في الشوط الثاني، منتخب مصر متوحش، قلت لهم ايه بين الشوطين؟ ده اللي أنا قلته، ده اللي أنا قلته، قلت كل مباراة لها طريقة لعب وأسلوب لعب، وده أقوى دفاع جنوب أفريقيا، أقوى دفاع في البطولة. لكن الحمد لله بين الشوطين أنا قلت حاجة واحدة بس، الجمهور ده ما شفناهوش في مصر إلا في 2006، لو هموت هروح طوكيو، واللي مش قادر يقعد، دي كانت كلمتي. وعدلت بعض الحاجات في الاداء والشكل بتاع دخول رمضان لجوه وعبد الرحمن، الاثنين بدل ما يلعبوا على الخطوط يشتغلوا من القلب مع مصطفى، والحمد لله الحمد لله اللي عملناه وذاكرناه كويس جاب نتيجته النهارده. كابتن يعني انت واجهت شويه حرب في الصحافه احيانا اول ما توليت المسؤوليه، لكن النهارده بالعلامه الكامله بامتياز شوقي غريب ياخد مصر الاولمبياد طوكيو، حاسس النهارده انك رديت على كل لا 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 ولا اي حاجه، اي حد عايز يقول اي حاجه واي حد يتكلم فوق دماغي كويس باخده ليا استفاد منه، واللي مش كويس خلاص هو ده رايي الشخصي، انا ما المواضيع دي كلها ولا تلزمني في اي حاجه، اهم حاجه مبروك للشعب المصري كله ومبروك لبلدنا ومبروك لجمهور الكره الحلو وجمهورنا الجميل، والناس جت عايزه تفرح، فرحت عشان كان فيه فرقه وتيم بتقاتل عشان مصر. اخر حاجه طوكيو 64 وصلنا وخدنا مركز رابع، عايزين ميداليه المره دي زي البرونزيه بتاعتك بتاعت 2001. انا عامل برنامج ومقدمه وكان امل كبير هنوصل، ولو تنفذ صدقني انا جبت ميداليه في الارجنتين، وباذن الله باذن الله هكررها لبلدنا باذن الله باذن الله. مبروك يا كابتن، اسعدت كل العرب. انتوا المتشكرين جدا ومتشكرين جدا. إذن كان هذا الكابتن شوقي غريب صانع هذا الإنجاز، عودة إليكم زميل عمرو فهمي.